السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا طريقة تثبيت خدمات جوجل بلاي لأجهزة هواوي هونر اللي هي بتيجي من غير خدمات جوجل بلاي بطريقة سهلة جدا. اللي عايزه منك لو انت أول مرة تخش القناة متنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام، أول حاجة في رابط برنامج هتثبته على الجهاز ده اللي هنشوفه دلوقتي. بعد ما بتنزله، طبعا الرابط ده هحط لك تحت الفيديو، بعد ما بتثبت بتخش على مكان التنزيل بتاعك إن كان مدير ملفات، تخش على مدير ملفات يعني، وتخش على مكان التنزيل في الداونلود. تمام كده اهو في الخانة دي، وبتبدأ تثبت البرنامج دوت اهو، بيتثبت بالشكل ده كده زي اي برنامج خالص. كبر الصورة شوية. طبعا لو ظهر لك الرسالة ديت بيقول لك لا يمكنك لهذا التطبيق جميع بيانات تتبعك، سيبك من الرسالة ديت، بتعمل تثبيت على اي حال، دي طريقة عادية يعني، رسالة عادية عشان الأمان يعني. وبعد كده بتعمل فتح، طبعا لازم تبقى متصل على شبكة واي فاي عشان يشتغل معاك البرنامج. بعد ما يفتح معاك، بيفتح معاك بالشكل ده كده، الرسمة دي كده، بتعمل بدء. فكرة البرنامج ده عشان الناس تبقى عارفة، بيفتح لك واجهة زي واجهة تانية زي الأندرويد. هتقولي طب أنا هفضل أفتح الواجهة دي وأرجع تاني أفتح الواجهة اللي مش عليها خدمات جوجل بلاي؟ هقول لك الطريقة دلوقتي اللي هنشوفها، ان انت تعمل نسخ للبرامج بتاعتك اللي انت هتثبتها في الواجهة التانية، هتعمل نسخ منها زي نسخة على سطح المكتب زي شورت كات كده. تمام، بدي سماح على الرسالة اللي بتجيلك على التليفون، وطبعا هيجيلك دلوقتي زي شرح تجريبي اهو. تمام، اللي انت يعني ايه زي بيشرح لك يعني البرنامج. هتصبر شوية لحد ما يبدأ يعمل عملية تثبيت خدمات جوجل بلاي اللي هو يفتح لك واجهة تانية للجهاز. تمام، هيبدأ كده يثبت زي ما انتم شايفين كده، بيعمل عملية تحميل للبرنامج للملفات يعني. هنستنى ما يخلص. طبعا هو بيبدأ يعمل الواجهة او تسطيب الواجهة بتاعة البرنامج علشان يفتح لك كواجهة للجهاز تاني. هنستنى لما يخلص، وبعد كده نبدأ نعمل إنشاء حساب أو تدخل الحساب بتاعك عليه، وبعد كده بتنزل البرامج اللي أنت عايزها زي كأنك خدمات جوجل موجودة عندك أساسا يعني. طبعا كده بيبدأ يخلص اهو، هنصبر عليه شوية. طبعا البرنامج بياخد وقت في التثبيت، فانت ما تستعجلش عليه وتلغي التثبيت، سيبه يثبت خالص في البرنامج نفسه زي بيعمل عملية داونلود للملفات بتاعته يعني. لازم تبقى فاتح الواي فاي اصلا بعد ما بتثبته. تمام، وبعد كده بيفتح معاك. وطبعا التحميل ده على حسب سرعة النت، طول ما النت عندك سريع طول ما التحميل ده هيخلص معاك بسرعة. لو النت عندك ضعيف هياخد وقت شوية أثناء تثبيت الملفات اللي هو بيبدأ يحملها من على الموقع بتاعه. كده قرب يخلص اهو. هتلاحظ كلمة تحت كده مكتوب قيد التحميل خدمات جوجل بلاي، بيبدأ يحمل الملفات، فهي دي اللي بتاخد وقت شوية. هو كده قرب يخلص كده، ويفتح القايمة كأنك فاتح موبايل تاني. نفس فكرة لما بتبقى مثلا عامل حاجة اسمها نسخ تطبيقات، يعني نسخ من التطبيقات من ده. هو فتح معانا اهو، تمام، البرامج اهي. انت هتضغط على جوجل بلاي، تضغط عليه كده هيفتح معانا بالشكل ده كده، هتدخل الايميل بتاعك. استنى عليه شوية لما يفتح، فتح معانا اهو. هنعمل تسجيل دخول،
اهو بدخل ايميل انا هنا كده كده دخلت الايميل بتاعي، ابدا اضغط التالي واستنى لما يفتح معايا واضغط هنا كده موافق اهو. فتح معايا بالشكل ده كده. حبيت انزل مثلا يوتيوب هنزل براحتي. اهو هبدأ اعمل تثبيت، انا منزله قبل كده تمام. ارجع تاني، ده اعلان هكنسله بس. اهو حبيت بقى بعد ما نزلت البرامج اللي انا عايزها بتنزل طبعا بالشكل ده كده، يعني بتنزل في البرنامج بالشكل ده كده، حلو الكلام. انا عايزه يبقى على التليفون اساسي، يعني مش هفتح واجهة التانية دي تمام. بعد ما انزل البرامج اللي انا عايزها بتنزل هنا بالشكل ده كده، بعمل كده دوس دوسه طويله كده وارميه انشاء على سطح المكتب. خدوا بالكم فوق كده انشاء على سطح المكتب اهو اضافه. مثلا نزلت اليوتيوب بعمل نفس الكلام اهو على سطح المكتب. الواتس نفس الكلام. البرامج انت عايز طبعا كل البرامج اللي بتنزلها بتنزل في الفولدر ده. عايز ماسنجر نفس الكلام برضه ترميه على سطح المكتب. عايز اضافه، عايز واتس نفس الكلام برضو سطح المكتب اهو. حتى لو فتحت اليوتيوب بيفتح معاك اهو. وكده فتح اليوتيوب زي ما انا قلت اهو تمام، واجهة اليوتيوب. حبيت ترجع تاني برضو، حبيت بفتح الواجهة بتاعتي الأساسية، واجهتي الأساسية هفتحها كده وألاقي المفروض البرامج بتاعتي موجودة على الجهاز. طبعا بلف شمال يمين كده في البتاع هيظهر لي فوق زي ما انتم شايفين كده فوق اهو، ادي اليوتيوب ادي الواتس ادي الجوجل ادي الماسنجر، كل حاجه بترمي على سطح المكتب كده. فالفكره كلها اللي هو بيفتح لك واجهه جهاز تاني، ومن خلال الواجهه التانيه دي تبدا تعمل انشاء على سطح المكتب، تشغله نظام سطح المكتب كده كانك فاتح الواجهه التانيه، ونفس الوقت انت فاتح الواجهه الاصليه بتاعت الجهاز. هتشغل مثلا جوجل، هتضغط على جوجل كده هيفتح معاك بالشكل ده كده، ترجع تاني كهو جهاز عادي بالظبط. تفتح يوتيوب نفس الكلام يفتح معاك اليوتيوب عادي اهو تمام. ماسنجر نفس الكلام يفتح لك ماسنجر بالشكل ده كده كأنك فاتح واجهة تانية بالظبط تمام. وطالب منك ان اسجل اللي على الفيسبوك. فالبرنامج سهل جدا مفيش حاجة صعبة، دي تنفع للأجهزة اللي هي بتيجي من غير خدمات جوجل بلاي تمام. طبعا الطريقة دي للناس المبتدئة، وطبعا زي ما انا قلت قبل كده لو في حاجة واجهتك في الشرح هتكتب لي في التعليقات تحت ونرد عليك بإذن الله. وما تنساش تعمل لايك الجميل وعجبك الفيديو بتاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.